أنا عايز أسأل حضرتك بالنسبة لي آه كمان قائد الفريق يعني قائد الفريق آه شيء مهم جداً جوه الملعب قائد الفريق وقائد منتخبنا الوطني أحمد الأحمر آه أعلن آه. آه يعني من فترة إن هو خلاص هيعتزل بعد الأولمبياد شفت القرار ده إزاي؟ هو بصراحة يعني أحمد بالنسبة للناس كلها حاجة جميلة يعني أيقونة زي ما بيقولوا يعني وهو بقى ليدر يعني بقى له فترة كبيرة في الملاعب وعاصر أجيال كتير فهو متمرس ومتمكن ما بتكلمش على المستوى الفني بتكلم على القيادة بتاعته مم. لأن القيادة بتاعته شخصية. دي بتبقى جوه الملعب وبره الملعب يبقى ليها أثر كبير آه القرار القرار هيبقى قراره لكن المحيط بقى أحمد واللي عارفه عن قرب عارف إن هو يعني مش مبسوط طبعا من القرار لكن أحمد في الفترة الأخيرة جاله كم من الإصابات كان كبير جدا مم. وأثر شوية على مستواه وهو لولا أنه هو أحمد الأحمر وبيقاتل أنه هو يبقى موجود في الملعب وموجود في كاس العالم موجود في الأولمبياد كان ممكن ما يبقاش موجود بقاله فترة لكن الولد عنده إرادة غير طبيعية وهو حابب اللعبه واللعيبه كلها بتحبه مم. فدي دي دي القياده وهمزه وصل كويسه طبعا أكيد. ما بينه وما بين دور مهم جدا الجهاز اه طبعا اه طبعا فاتمنى له التوفيق بس يعني توقيت يخلص الاعلان يخلص كان صح؟ يخلص الاولمبياد <applause> وبعدين نبقى نتكلم لسه في اللي بعديها بقى يعني, يعني يخلص التوقيت الاولمبياد التوقيت الاول توقيت ان هو يقول هعتزل ما بعد الاولمبياد هو يعني ما قالش هيعتزل هو بيفكر لسه بيفكر يعني بيفكر لسه؟ في الاعتزال الدولي لكن أوه. إن شاء الله بس ايه أنا شايف إن الموضوع ممكن الخريطة كلها تتغير لو ربنا أراد والفرقة دي عملت, عملت حاجة كويسة في الاولمبياد